الحلقة العاشرة، همس النجوم. خيم على جزيرة السعادة ليل حنون، وفي جلال السكون رصعت النجوم صدر السماء الرائعة، ونام الجميع في سلام ودعة. ما بك يا ميمونة؟ سمعت صوتا غريبا. صوتا غريبا؟ هذا صوت الأمواج أكيد، فالجو عاصف. إلى بلدة الكشاكش، أظن صداد ورداد يتقاتلان ثانية. لا أظن ذلك، فقد وعدان بأن يكونا متفاهمين. ليس هذا سهلا، لنذهب ونرى. حسنا، فبكاء نعمة أمس ربما كان السبب. أجل، هيا لنذهب أسرعا. صداد ورداد كانا صديقين حميمين، ثم أصبحا عدوين، وكل منهما يعادي الآخر ويحارب، والسبب هو غرق القارب ووفاة والد صداد ونجاة صاحبنا رداد. لكن مسعود وميمونة نجحا في أن يكونا واسطة الخير بين الاثنين، فعادا صديقين حميمين، وسلمت إلى مسعود الأقواس والسهام، وعاد إلى الجميع الحب والسلام. لا أظن أنهما سيتقاتلان ثانية، لأنهما سلما إلينا السهام الذهبية. أظن نعمة مريضة. مريضة؟ نعم، عندما أصبت بالبرد والحمى نزلت دموعي على خدي. ثم؟ لو كانت مريضة لما استطاعت الخروج، ولا بقيت في المنزل في الفراش. ها؟ على فكرة، لنسأل الطبيبة ليندا وسنعرف سبب بكائها. هيا بنا إلى... لا يهمني، سأتمشى. معذرة، لم أسمع بمرض يجعل المريض يبكي عندما ينظر إلى النجوم الجميلة. لكن ذلك مرض أيضا. من خبرة الطويلة كقاض، فنعمة تعاني من مرض في القلب. في القلب؟ نعم، إنها تعشق شخصا ما. الحب؟ نعم، إنه الحب، هذا هو مرضها، كما أحب أنا ليندا تماما.
وهل حدث شيء ما؟ إذا نعمة، أجل، إنها تحب شخصا ما. نعمة كبيرة وتستطيع أن تحب. صحيح، إن من يحب يقطع مئات الآلاف من الأميال لملاقاة الحبيب. وليس غريبا إذا ما وقعنا في حب بعضنا البعض. دعيني أنظر، دعيني أنظر، ماذا يجب أن تفعل نعمة؟ عليها أن تصارح من تحب، أنا أعرف ذلك. قد يكون هناك سبب يمنعها من ذلك. سبب ما؟ فهمت، إنها أحبت الحب وليس شخصا ما. لا لا، بل أحبت نعيم. حلت المسألة إذن. ولكن نعم، ولهذا إن القتال بين صداد ورداد انتهى، كان مجرد حادث. وقد تبقى هناك مشكلة ما. ميمونة، أليس من الأفضل أن نسأل نعيم إن كان يحبها؟ صحيح، هيا بنا. هيا. صباح الخير. مرحبا يا ميمونة. مرحبا، هل تتمشين؟ نعم، لكن هل حفظتما على وعدكما لنا بعدم الخصام؟ بكل تأكيد، نحن على وياه. تأكدي بنفسك. ماذا جرى؟ علي أن أقوم بعمل ما. وأنا أيضا. صداد، رداد، رداد، أين ذهبتما؟ ميمونة، أظن أنهما بحاجة إلى بعض الوقت ليتصالحا، والآن لنبحث عن نعيم فورا. إنهما يتقاتلان، أليس كذلك؟ هلا هلا، كيف وجدتهما؟ كان الوضع مثيرا. ها، سأذهب للبلدة لأشهد معركتهما. يا ميمونة، لماذا لا نلعب سويا؟ هل تحملينني؟ أكيد، هيا. ياي، أين كنت تلعب؟ هناك في مكان ترى فيه البحر، كنت مع أخي الأكبر. من؟ نعيم؟ أجل، ميمونة، احمليني مرة أخرى. علي أن أبلغه شيئا، وسنلعب معا فيما بعد، ليس الآن يا كروم. ليس الآن؟ سنلعب معك فيما بعد، أكيد. فيما بعد؟ أمتأكد؟ هذا وعد. نعم، وعد. أعدك، أعدك. هيا بنا. هيا. ولكن لا أدري لماذا، فنعمة كانت ترنو إلى النجوم، ونعيم ينظر إلى البحر. ميمونة، أرى أن نكلمه الآن. ليكن. ميمونة، ماذا تفعلين هنا؟ نحن حسنا، أنا أتمنى، هل تنظر إلى البحر دائما؟ أتريدين إبلاغي شيئا؟ حسنا، لا. هل لي أن أسألك عن نعمة؟ عن نعمة؟ ما رأيك بها؟ أحبها. قال إنه يحبها. قال إنه يحبها. شكرا يا نعيم، شكرا. لكن نعمة هي ابنة صفدر. يا ليتني وردة تبتسم دائما. نعمة، إنها هنا. لماذا لا نخبرها؟
أخبرها. نعمة نعمة ميمونة مسعود، ما أتى بكما؟ لدي خبر سار. خبر سار؟ حسنا، تكلمنا مع نعيم قبل قليل. نعيم؟ وقال إنه يحبك جدا جدا يا نعمة. حقا هو قال ذلك؟ ألست سعيدة؟ لماذا؟ شكرا لكما وداعا. هناك أمر خطأ، ظننت أن خبرنا سيفرحها. أشعر وكأن أسأل إليها يا ميمونة. أجل، لكنكما لا تعرفان شيئا. لا نعرف. نعم، اسمعا، نعمة تعرف حب نعيم لها. كانا جارين لبعضهما وصديقين منذ طفولتهما، وليس صعبا عليهما أن يلاحظا أنهما يحبان بعضهما البعض. لقد حل الظلام، إنه وقت النوم. مع السلامة. تصبح على خير يا هلا هلا. إني أتساءل عن سبب حزن نعيم ونعمة مع أنهما يحبان بعضهما البعض. لا أدري، لكنهما لن يشعرا بالسعادة إلا إذا تصالحا صداد ورداد. أجل، ما رأيك بفحص السفينة الغارقة بأنفسنا؟ وهل تظنين أننا سنجد شيئا؟ لا ندري إلا بعد المحاولة. ما رأيك في الذهاب إلى مكان السفينة؟ حسنا. ستذهبان لفحص السفينة الغارقة؟ ها؟ أجل، ولكن كيف عرفت؟ كان العلامة إبراهيم والسيد تيمور يقومان بالبحث بمساعدة نعيم ونعمة، فظننت أنهم طلبوا مساعدتكما. إلى اللقاء. مرحبا يا ميمونة ومسعود. مرحبا. صباح الخير، أين نعيم ونعمة؟ إنهما يتفحصان السفينة مع العالم إبراهيم هناك. ما هذا؟ بنا هيا بنا. نعم بسرعة. نعيم نعيم نعيم، أنا خائفة. لا تخافي، نحن بخير. الحبل لا يتحرك. لقد حدث أمر ما. مسعود ابق هنا مع السيد تيمور. حاضر.
اعتذري يا ميمونة. حسنا. أستاذ إبراهيم. ميمونة، يبدو أنه طيار غير عادي. ميمونة، شكرا لك يا ميمونة لأنك جئت لإنقاذي. شكرا لك. أنا بخير الآن. ابحثي عن نعيم ونعمة، إنهما في السفينة، أنا متأكد من ذلك. ليس من رد فعل بعد؟ لا أبدا أبدا. ساعدني هيا. حاضر يا سيدي. أشكركما من كل قلبي. ميمونة. 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 نعم. كيف تشعرين الآن؟ بخير. هل جرفت بعيدا؟ ميمونة أنقذتكما. شكرا ميمونة، شكرا جزيلا. حبذا لو تستريحين بعض الوقت. حسنا، لنرجع للعمل يا سيد تيمور. ها هيا لنذهب. هيا بنا. أجل. هذا ممتع حقا. نعمة، كيف تشعرين؟ أنا بخير. كنا محظوظين، أتت ميمونة وخلصتنا من الماء. صحيح نعيم، بسبب حادثة اليوم اقتنعت بأن أحدا لم يقدر أن يساعد جدي أبدا في حياته، والآن صدقت ما كان يقوله أبي. يجب أن نشكر ميمونة. هذه بعض الأحبار في العنبر، ماذا بداخلها يا ترى؟ ها؟ رائحة هذا السائل غريبة جدا. طعمه غريب غريب، لا يبدو ساما. سأتناول رشفة أخرى. طعمه رمان. هذا رمان؟ وما الرمان؟ سأذوقه. لا يلا شيئا. ولكن لا تشرب منه كثيرا، خير لنا أن نرى. أقدر أن أكل. نعم تقدر. هل أنت بخير يا لهيلة؟ نعم أنا بخير. ماذا تقصدين؟ أنا في منتهى السعادة. سنفعل بهذا البرميل. هذا سر.
ما أجمل البسمة على وجه نعيم ونعمة. لم تعد هناك خلافات، الجميع في أسعد الحالات، ومسعود وميمونة يعيشان أجمل اللحظات.